قال منسق حملة علشان تبنيها للمحافظات إن الحملة جمعت 3,077,300 توقيع حتى يوم أمس. من جانبه أكد النائب محمود حسين أنه تم التنسيق مع الجاليات لعقد لقاءات مع الرموز الوطنية في الخارج لدعم الحملة. الحملة بشكل أساسي بدأت كفكرة ثم تحولت بعد ذلك إلى صفحة على الفيسبوك. هدفها بشكل أساسي إن احنا بنقول لشعبنا العظيم بأن هذا الرجل له إنجازات. لما طرحت الفكرة ما كنتش متوقع مستوى الإقبال والدعم الشعبي لهذا الرجل الذي يعمل من أجل يعني تحقيق الصالح العام وتحقيق المصلحة القومية للدولة. بعد ما تحولت الصفحة إلى حملة شعبية بعد ذلك، الحمد لله قدرنا خلال أقل من شهر نجيب 3 مليون اكثر من 3 مليون توقيع صحيح وكامل الارقام القانونيه، وبالتالي هذا المؤشر المبدئي يعبر عن اننا خلال الفتره القادمه او حتى فتح باب الترشح الرئاسه اعتقد ان الارقام ستكون معبره بشكل كبير عن شعبيه هذا الرجل. احنا بدانا من اسبوعين في محافظه البحيره، بدانا شكلنا فريق عمل، بدانا ننزل للشارع، بدانا ننزل الهيئات، لقينا قبول في الشارع، لقينا ناس بتجيلنا المقرات اخذت ارقام التليفونات بدات تشارك معانا في الحمله، مش جايه عشان تمضي توقيع وتمشي، لا جايه تاخد استمارات وتشارك في الحمله. والله الحمله فتحت مقر في اسكندريه، وحزب مستقبل وطن انضم للحمله في اسكندريه وفتح كل المقرات بتاعته، وبدانا ننزل الشارع نبتدي نتكلم مع المواطنين نعرفهم بالحمله، وطبعا بنجمع التوقعات من المواطنين. الخطط ان احنا هنعمل فعاليات في الشارع، ان احنا ننزل يعني بشكل اقوى وفعاليات في الشارع ان شاء الله، عشان برضو نعرف الناس اكتر ونبتدي نوريهم الانجازات اللي قام بها الرئيس في الفترة اللي فاتت. واحنا عاملين كتيب كحملة حوالي بيعرض كل الانجازات اللي تمت فيه. طبعا يمكن الجاليه المصريه في الخارج زي ما قلت يمكن في الكلمه افضل سفراء وسفيرات لمصر، يمكن حب المصريين في الخارج وارتباطهم بمصر قوي جدا، احنا لمسناه في الحمله الرئاسيه الاولى، حبهم ان هم يشاركوا في باي مجهود عشان يبنوا مصر ويساعدوا في الشان المصري غير عادي. يمكن مساهماتهم في كل الاحداث اللي تمت في مصر الفتره اللي فاتت الى الان مساهمات غير مسبوقه، ومساهمات اعتقد ان هي يعني ستكتب لهم في سجل من بحروف من ذهب.